أعطوني جوازات السفر. شو ست رهف عم تتسابق هون كمان؟ ما قلت لنا شو بدك تعمل فيهم؟ بدي اختملكن ياهم أحسن ما توقفوا بالعجقة. لفينا بلا ما ننزل نحنا؟ المفروض لا، بس الكل بيعرفني هون. طيب مشروبات الدزيلة 12 جوز ب 1000 ليرة. الله يرزقك، ما بدنا، يسلموا. مدام للشتوية بدفوها قطن 100%. ما بدنا، خلصنا بقى، روح. طولي بالك عم نسترزق شو قلنا. بطيقوا لهالبياعين. قهوة قهوة. يا الله عنها، مش أحسن لو كنا نزلنا؟ تركي طالع عبالي قهوة. مرحبا. أهلا. قهوتك سخنة؟ عم تغلي غلي مدام. أعطيني فنجان. بدك؟ مثل ما قمت مغسل هالبريق. الله يسامحك يا مدام، الله وكيلك هلا غازله. قد بتريد؟ اللي بيطلع من خاطري. تفضل. يسلموا. كثير عيب يلي قلتيه للزلمة. ما بدك؟ تركي، مش ضروري تتفصلكي على الفاضي. فيك تحلي عني توفري لي وعظاتك؟ مش ناقصتني. عن جد السفرة معك مقلب. معقول تركتي لي الشباك مفتوح بهالسقعة؟ مدي ايدك سكريه. والله طحلتي. وحضرة جنابك شو عم تعني تحت التلجات؟ شو خصك فيي؟ عبالي حرة، شو لك معي؟ بعدين شو هالغراض هولي كله؟ شو جايبة يعني؟ مهاجرة؟ كلها يومين، يوم ونص بعد هالنهار. هول مش لإلي، لإله. ايه وشو فيهم؟ شو خصك شو فيهم انت؟ شو لك علاقة اصلا؟ مش عم تتسمعي اغاني؟ اختصي بالاغاني. ايه طفله ما تخبريني. بالحالتين حدوقن يعني. هلا اذا كتير عينك فيهم مدي ايدك، استحلي. الك بالعادة. صحتين حبيبتي. هلا انت مفكرة بهالغرضين حيحبك اكتر؟ هو اصلا بحبني، مش لاني بجيب له غراض. وانا ما بجيب له غراض تيحبني، انا بجيب له غراض لانه انا بحبه. مش مثلك ما بتعطي شي بلا مقابل، مفكري كل العالم هيك. ايه معك حق، انا ما بحب الهبل مثل حكايتك من طرف واحد. شو بدك هلا يعني حاططيني بنقرك اليوم؟ بدك تعرفي شو هن؟ لتكوني حبلي، هات لخبرك قبل ما تطلع بعين الصبي. حبيبتي جايبت له ربطة خبز تفاحة لانه كتير بحبها يقبرني، وجبت له شوية كاجو وشوية فستق، ووصاني أنا على جبني روكفور فجبت له كيلو. وأنت شكلك مش جايبي شي، طالعة هيك إيد لورا إيد لقدام. جبت له أكتر شي حيكون بحاجة لإله، مرطبين عسل. ليكي سكري لي هالشباك ورحميني. متت من السقعة؟ سممتي لي اياها لهالسيجارة. خلصتها.
اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا. شو هدول؟ وين جواز سفرك انت؟ انا شوفير عمومي على الخط، ختمت جوازي وهدول ركاب معي. وين هون؟ معي بالسيارة. لو سمحت خليهم يجوا يرجوني طولهم وكل وحدة تجيب جواز سفرها بإيدها. حاضر. معلش عدم المؤاخذة، ما مشي الحال، على طول كنت اختم لركابي، هالمرة مدري شو بحظي، اليوم مشددين ما بعرف ليش. شو يعني لازم ننزل؟ إذا بتريدي، مسكي. ليلاس؟ ليلاس؟ فيك تأجلي لي شغفك بالموسيقى لنقطع الحدود؟ شو بدك؟ زلختمي. ما رح أخلص منك اليوم؟ شو هيدا؟ شو بكي انت؟ زلختمي جوازك ما قبلوا يختموا لي يا شوفار. نحنا ما سألك اذا بيمشي الحال؟ كنا هلا خلصنا ومشينا. فيكي بلا لأمنه؟ طولنا. بفهم انك مشتاقة. خصيك. قربي مدام. فيك تتركنا لحقنا لهون كمان. وانت شو يعني بدك واسطة تتحركي؟ فيك تسميها؟ رهف سعيد. ايه نعم. شو سبب الزيارة؟ جاي يشوف جوزي. طيب. انت كنتي عنا باثنين الشهر الماضي مزبوط؟ ايه مزبوط، من شي شهر جيت، بس ما بعرف اذا باثنين الشهر يعني. وزوجك مقيم عنا بسوريا؟ ايه مزبوط، العنوان مكتوب على الكارت عندك؟ تكرم عينك. تفضلي، اهلا وسهلا فيكي. شكرا. ليلاس سليمان، شو سبب الزيارة؟ نفس الجواب. عفواً، ما فهمت عليك يعني. هي درتي رايحين نشوف جوزنا. يعني انتو التنتين. أهلا وسهلا. تفضلي. بس هيك والله لبكي عليكم. شو بدنا نعمل؟ ظرف ونحكمنا فيه. يعني هلا هو ممنوع يفوت على لبنان؟ ما في يفوت على لبنان، بيلقطوه على الحدود دغري. عدم المؤاخذة بدي اسألك سؤال، هلا انت كيف تعرفتي عليه؟ قصدك انا وياها كيف تعرفنا عليه؟ ايه هيك قصدي يعني. هو عماد طول عمره عايش بلبنان، حياته وشغله وكل شيء بلبنان. يعني مش طالع الا انجأ كم مرة على سوريا. من شيء سنتين تقريبا اجى شغل بالشام، فطلع تيقضي. هو وصل من هون وطلبوه على الجيش من هون. علق، بطل فيه يقطع الحدود. صرنا كل واحد ببلد. يا ساتر، كل يوم الواحد بيسمع قصة جديدة. بتحبوا نوقف على الاستراحة ولا نكمل بوشنا؟ لا لا لا، عم دخيلك، مستعجلين، خلينا نوصل على الشام. انت كيف بتقرري عني؟ مش شايفتيني يعني؟ انت شو؟ ساعة اللي بدك بتحكي، ساعة اللي بدك بتديري دينتك الطرشة يعني؟ شو بدك بالاستراحة؟ ما كلها ساعة ومنصير بالشام. وعيتيني بكير وطلعتيني من البيت وما في قهوة وما في ترويقة، ايش متوقع يعني؟ هلا شو قررتوا؟ بدي انزل اتروق. ماشي. Thank you.
جلاس. اطلب لك معي؟ صحتين. تخلص لي معي. هلا من كل الطاولات هون ما نقيتي غير هيدي الطاولة؟ ما بكفينا بالبيت؟ لك عم بمزح معك؟ خليكي بدي احكيك بموضوع. عبينا ما بدك تنزلي وتتروقي، مزبطة امورك منيح؟ ما كان عبيلي، بس شفتك بالفرن شهموني. بدك نصها؟ صحتين. عهي بدنا نتقاسم كمان. بدي اسألك سؤال، حتجيبي له سيرة بيت اختي؟ حبيبتي لو انا بدي اقول له كنت حكيت له اياها على التليفون، لانه عماد كل يوم بيحكيني نص ساعة. بس نص ساعة؟ ليش؟ انت قديش بيحكيكي؟ ما بعرف، ما فينا نحسبه. ليك اذا بدك تقولي له خبريني من هلا تعرف حالي كيف بدي احكي معه. انت ما بتفهمي؟ عم اقول لك ما رح خبره، شو بحلف لك تتصدقي؟ ليش عم تتلقمني علي؟ انا عم بتلقمن؟ هلكتيني ميلاس، الك من الصبح عم تنقي فوق راسي، ما لي جلادتك بقى. هني بشو زعجينك الجماعه؟ يعني إذا معطرين وكانوا بحاجة لإلي شهرين، هيدا كيف بيأثر عليك؟ أنا فتحت تمي؟ قلت شي؟ ما رح تحكي شي هلأ قدامي، بس تشوفي وتكونوا لحالكم يبلش يشتغل وسواس المخدة. حبيبتي أنا لو بدي أحكي له كنت من الأساس ما قبلت. قبلتي شو؟ عم بتلطشيني إنك استقبلتيني ببيتك وقعدتيني عندي؟ لا أنا أصلاً ما كان هيك بدي أقول. إيه بس فكرتيني ما بعرف شو بتحكي عني من ورا ظهري؟ شوفي حبيبتي أنا قاعدة عن جوزي مش عندك. أنت مش معقول، أنت مش معقول. لا منقوش قدرت أتسمم أكلها ولا شاي أبلعه. حلي عني ميلاس بقى، حلي عني. بتعرفي انه كتير قلة ذوق تقومي عن الطاولة انا وعم بحكي؟ ليش مش عم بتردي؟ ما بدك تنزلي لمستويي؟ بتعرفي شو ليلاس؟ مش الحق عليك، الحق علي انا يلي ضليت وراه لقنعته انه يتجوز كرمال يجيب ولد. بتعرفي شو كان يقول لي؟ خلينا لوحدنا مبسوطين وستين عمرهم الاولاد. ولك يلا عن الساعة اللي سمع منك هالكلمة، مفكرتيني كتير مبسوطة بهالجازة؟ لك مش بس نازلة على درة، ساكنة عندها بالبيت كمان، ونطالع ونازلة على الشام، وبشوفها بالشهر مرة، هيدا ما كان ناقصني يعني. إيه بعد ما صار شي، بعدنا فيها. شو قصدي؟ إذا بدك، منطلق. منطلق؟ مين نحنا تنطلق؟ عم تحكي باسمه يا حبيبتي؟ حبيبتي نحنا اللي جبناكي كرمال تجيبي ولد، وصار لك سنتين ما شفنا منك شي، حضورك مثل غيابك. ليش انا عم شوفه؟ شهر من بعد ما تجوزنا نزل عالشام وعلق، من وقتها لهلا شفته 20 مره، يعني 20 يوم جازه. لو مش من هيك كنت حبيت من زمان. انا مثل ليره الذهب يا حبيبتي، ما ناقصتي شي. حبيبتي ما بقى تشدي على حالك، احلى ما يطقلك شي عرق. اسمعيني كتير منيح، اذا طولتي على حالي يعني فهمك بكفيه، وهو يسمع مني كل شي، مثل ما بنصيحه مني قبل انه يتجوزك بكلمه وحده مني بطلقك. فشرتي، اذا بده يطلق حدا منا بطلقك لك. بتحطي شرط؟
خلينا نخلص المشوار وننزل على بيروت، وبعد يومين بتكون ورقة الطلاق عندك. منيح اللي سمع مني وعطاك قد ما بتستاهلي. عم تعايريني بمهري؟ لأني تجوزت وما بعيني المصاري؟ تحكي بثقة كأنه أنت اللي حطيتي مهري. حبيبتي أنا اللي سعرتي. ما تقولي حبيبتي. طب مش حبيبتي مدام ليلاس، مهرك أنا اللي حطيته. بتعرفي شو قلت له؟ تقبرني حبيبي عماد، اعتبر حالك إنه عندك براد وانتزع، ما بدك تجيب غيره. ما بعزق كتير. حلفي إذا مش مصدقتيني اسألي. عم بسألك إلك. سألتيني وجاوبتك بسيطة. أنا بعرف شغلي معه. بتقولي له إنه ليلاس رجعت على بيروت ورح تطلع من بيت ضرتها اللي متحملتها كرمالك، وما بتشوف صورة وجهها قبل ما تشتري لها بيت تاني، وبتعلي لها المهر. وينو هيدا؟ بدي غراضي، مش نازلة على الشي. وينو؟ ليلاس؟ ليلاس؟ شو بك انهبلتي؟ بمزح معي؟ مش نازلة على الشي. عم تمزحي أو ما عم تمزحي؟ ما بقى بدي اسكن معك. مش هيك؟ قولي شو بك؟ شو جنيتي؟ كل الحكي اللي قلت لك اياه مش مزبوط. مزبوط أو مش مزبوط، أنا ما بقى بدي اسكن معك. وبتعلم أخري مقدمة كمان. طيب مثل ما بدك. بدك غراضك؟ بدك تنزلي على بيروت؟ شوفير بيقعد بأوضة ورا مع الشوفيرية بيتروقوا. معي رقمه بحكي؟ ايه بدي اغراضي هلا. طيب يا حياتي يا عماد، يا تقبرني اخيرا رح نصير لحالنا. والله لكزر انا وياك بسوق الصالحيه وبسوق شعلان، وبدي اياك تطلب لي بري اذان من عند ابو شاكر. الو؟ ايه ابو فؤاد؟ ايه عفوا لو سمحت، بتقدر تجيب لنا مفتاح السياره؟ بدنا اغراض مدام ليلاس لانه غيرت رايها وبدها تنزل على بيروت. مش راجعه على بيروت. اشري حاشرك. بدكم ما تؤاخذوني، شكلنا رح نوقف على الكازيه من شان نعبي بنزين. وينها مدام رهاف؟ طولت كتير. لك ايه شبك؟ شو صار لك؟ معلش يا مدام، إذا بتتكرمي تنزلي تناديلها. أنا تأخرت، عندي سفرة تانية على بيروت، صار لأكثر من نص ساعة نازلة، يعني كان قدامي 10 سيارات وقت قالت بدها تنزل على الحمام. أنا وياها ما عم نحكي، أنت روح حايط لها. سلامة فهمك يا مدام، شلون بدي أنزل على الحمام النسوان أنا؟ صرنا ساعة ناطرينك برا وانت حدد جنابك عم تتمكشي؟ يا دي او خلص. يعني مفكرة حالك بتفرق كتير مع ميك اب او بلا ميك اب؟ وعيون السهرانة والحي رانا.
يا مدام نمشي؟ بعدين بعدين طول بالك. بعتاكي للناديله صار بده مين يناديله؟ استغفر الله على النهار. شو هاد؟ شو اتفقنا؟ رح تخبري؟ عن جد انك بنت قصر؟ هو بيعرف على فكرة. شو؟ اي متى خبرتي؟ شهرين تقريبا. وليه ما قلتي لي؟ ما حسيت في ضروره صراحه. انا وعماد ما بنخبي شيء على بعض، ما في بيناتنا اسرار. مش بعدك قلتي لي انه انا بنت اصل؟ معقوله بنت الاصل تخبي على زوجها انه في مره واولادها ساكنين عنده بالبيت وهو غايب؟ ما بصير. هيدي المره بتكون اختي. أختي عندها بيت كتير واسع وكتير كبير، ولو ما عليها رهن محكمة ما بتكون بحاجة لحدا. مزبوط. وهو على فكرة كتير تفهم هيدا الشيء. بتعرفي شو قال لي بالحرف الواحد؟ قال لي حرام ليلاس، اعملي لي اللي بدها اياه، كتير منيحة البنت. يعني بيضتي وجهك وسولتي لي بوشي، أنت طلعتي المنيحة وأنا طلعتي مخبي. الله يسامحك أنت كمان، عشو ما خبرتي؟ ما لازم المرة تخبي شيء على زوجها. اختي بتستحي كثير، ما بحب احرجها. شو اختك ما اختك ليلاس؟ هيدا زوجك، ما لازم يكون في اسرار بيناتكم. مرات الواحد بيضطر يخبي عن اشياء مش ضروري تنحكى. كثير غلط. نصيحة مني ليلاس، أكثر شيء بيهدد العلاقة بين المرأة وزوجها لما يبلشوا يخبوا على بعض. على سيرة إنه اثنين ما لازم يخبوا على بعض، عماد خبى عليكي إنه كان يعرفني سنة قبل ما نتجوز، وانت حرام مفكرة حالك انك جوزتينا وعرفتي علي. ما بيصير هيك صح؟ ليلاس ليلاس اسمعي تحكي معك اسمعي وليلاس ليلاس شو بكي انت؟ شو حكيتي هلا؟ شو خبصتي؟ شو نطقتي؟ الزلمة ناطرنا، تأخرنا عليه، آخر هم الزلمة، ما بتتحركي خطوة من محلك، كثير ضروري أعرف. شو بدك تعرفي؟ كل شيء. انت بعدك ما بتعرفيني منيح، ولا انا بطربق الدنيا فوق راسك وراسه. عم تسمعي؟ قعدي. عم بسمعك رهف. خلينا نروح نحكي بالسياره، الزلمه ناطرنا. يعني ينقبر يروح الزلمه، السيارات على قفا من يشيل. ما بتخبري لعماد حلفي؟ العمى كيف جوزهم متحمله؟ إذا سفر على الشام ساعتين رح يطالعوا جناني. إيه الله يرحم اللي قال شغلة الضراير كلها ضراير. بشرفي ما بصير الحكي يا مدام. انتوا قاعدين هون وانا ناطر يا مدام. السياره جايبه باب رزق مو للتسلايه.
لو سمحت يا عم انطرنا برا، في موضوع كتير ضروري لازم نحكي فيه. شو تفضلتي؟ دوري بالكراج وطار، واليوم ما عاد يصح لي سفرة تانية على بيروت، وحضرتك بتقولي لي انتظر، وين تنصرف هاي؟ انت شو بدك؟ همك السفرة التانية؟ ايه علي، انا بدفع لك اياها. خلاص اذا هيك وصلني حقي، خذوا راحتكم. لو سمحت. هلا هو لما قال لي انه اقتنع بحكياتي وانه بده يتزوج بس كرمال الاولاد، كلام كذب علي؟ وكيف حضر لكل هالتمثيلية؟ بالأول ما كنت عارفة إنه مجوز، والله خليني أتعلق فيه وحبيته من كل قلبي. بعدين خبرني إنه مجوز وحدة، بس وعدني إنه حيطلقها قبل ما نكتب كتابنا. هو قال هيك؟ إيه، كنا متفقين على هيدا الأساس. بعدين عرفت إنه كان حيطلقك بكل الأحوال لأنك منك قادرة تجيب أولاد، بس أنا قلت له لا، إنه ما بيصير هيك. يا حبيبتي مزوقة والله، مش عم كذب عليك. وعشو كان عم يقول إنه ما بده يتزوج؟ وأنا مفكرة حالي إنه أنا المرة المثالية يلي عم بتضحي، بدي جوز جوزي كرمال ما أحرمه من الأولاد، كرمال ما أحرمه من الضنا. قال كان يقول لي ما بده يتزوج غير اللي أنا بنقي له إياها. لا روقي شوي ليلاس، في شي غلط، في شي مش مزبوط. أنا اللي نقيتك مش هو. أنا وأم أحلام رتبنا كل شي. منين بتعرفيها لأم أحلام؟ ما أنا بعتها لعندك تتقلك عني. هو كان عارف بكل شي أصلاً. زعلتي؟ زعلت؟ لا، انفلجت، اندبحت بنص قلبي. كل هيدا يا ما بتعملوا فيه؟ أنا مش عارفة، مي عم تمرق تحت إجري وما معي خبر. ما مصدق، ما مصدق، ما مصدق. عيب شو عليك يا عماد، عيب شو عليك. قومي يلا خلينا نمشي. ما بدي أشوفه. عم مين عم تضحكوا لي؟ عم تضحك علي؟ لا مش عليك، على انك ما بدك تشوفي. عن جد ما بدي اشوفه. ايه يلا خلصينا بقى. بتعرفي؟ بلا بدي اشوفه، بدي واجهه بكل شيء، كل اللي جواتي مخبى من لما عرفته لهلا، بدي اقول له كل شيء. رهف حلفتيني انك ما رح تخبري شيء. الاشياء اللي قلتي لي عنها حبيبتي هي نقطة ببحر اللي بعرفه. اليوم نشوف يا عماد، بدي واجهك بكل شيء. شو قصدك؟ شو قصدك بكل شيء؟ ليش في شيء أكتر من هيك؟ رهف طولي بالك، كثير خطير اللي قلتي لي إيه؟ بعد ما سمعت شيء. ليش شو في أكتر من هيك ما بعرفه؟ بدك تعرفي؟ قايل إنه أنا وياكي كثير علينا إنه يشوفنا مرة بالشهر ومع بعض كمان. ما بصدق. مين قال لك؟ شو بدك من قال لي؟ بدك تعرفي بعد؟ أو قال لك؟ بلاها. شو كمان؟ خلص بلاها، خلينا نطلع لعنده بسرعة، بدنا نواجهه سوا، بدي بق كل شيء عندي إياه. ليكي إنه إذا الحكي معه على الفاضي خلينا نرجع. طق إذا ما قلت له إياهم. إذا حكيك مزبوط يعني بيقدر يجيب لنا كل وحدة بيت. أنا عم أقول لك الزلمة معه كتير مصاري، مش بس في يفتح بيت ببيروت، في يفتح بيت بالشام كمان. معقول؟ طب فكري فيها، العيلة كلها مع كتير مصاري،
عمه ما عنده أكبر مخزن للسيارات بالشام؟ وهداك التاني عنده معرض سيارات طويل عريض؟ كلن معهم كتير مصاري إلا هو الوحيد اللي مشحتف منتف اللي ما معه ليرة؟ إيشو ناطر؟ وبعرف شو زهق منا؟ وزهق مني كمان؟ وين لحى؟ ما كل الأيام اللي شافني فيهم مع بعض ما بيطلعوا شهر عسل. أعطيني سيجارة. من أي متى بتدخني؟ بدخن من زمان، مش ضروري تروحي تخبريه هلا. ليش؟ خايفيني على مشاعره؟ لا ما بقى تفرق معي، حدخن قدامه كمان. بتعرفي؟ بطلت عم صدق بشي. حتى خبرية هيدي إنه ما قادر يطلع من الشام وبيلقطوه على الحدود وساعة طالع عليه حكم، ساعة مطلوب على الجيش. فيها إنه معقول تطلع الخبرية إنه قادر يفوت على لبنان؟ رح أسأل سهرة، هو بيقدر يأكد لي على هيدا الشيء. بكرة بس ننزل على بيروت ونحكي بالموضوع. بتعرفي؟ عم بيعن على راسي انزل هلا على بيروت. لا لا بدي اطلع شوفه، بدي واجهه بكل شيء. انا بفرجيك يا عماد. اهلين استاذ عماد. ايه ليكن معي بالسيارة؟ بيقلكن بدكن شي يجيبلكن شي معه؟ لا سلامتك، ما بدن شي، دقيقتين ومنكون عندك. مع السلامة. أي وصلنا الحمد لله على السلامة. وهلأ ما بعرف. بتعرفي ما إلي نفس شوفه، ما قررنا إنه بدنا نواجهه بكل شيء. شو أمرتو؟ رح تنزلوا ولا لا؟ بدي أعرف أتيسر على شغلي. فيك تطول بالك شوي بعد ما قررنا. ليكي ليكي ولا عم ينزل يعبرنا، ناطرنا نحنا لننزل عند فخامته. شو معصب؟ طالع له والله. معلم ايه نزلنا على بيروت. نعم بدكم ترجعوا على بيروت؟ ايه إيه أنا خادم.